اهلا المتابعين ديالي الاعزاء، ديري لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اسمحوا لي على هذا التاخير الخارج على الاراده ديالي، كانت عندي وعكه صحيه والحمد لله. اليوم جيت نتشارك معكم واحد الكلاص اللي صراحه خطير، بواحد المكون سحري، مكون اللي كيخليه يعني يبقى قابض في راسه ولو يبقى فوق الطبله نص ساعه ولا ساعه الا ربع. يعني كلاص ديال البركه وديال الحتيت، بقاو معايا تبعوا معايا المراحل، ما تمشيو فين. بالنسبة للمقادير كنحتاجو 200 غرام ديال اللوز، كاس ديال السنيدة، عندي هنايا قياس جوج كيسان تقريبا ديال نيسلي اللي كنحضرو يعني منزلي، عندي كاس ديال نيدو، عندي جوج فلون ديسير، عندي واحد علبة ديال فلون فاني أو فلون كراميل اللي بغيتو، عندي هنايا الكريمة الرائعة هولالا، صراحة هذه غنية عن التعريف، كتجيب الكلاص واعر، وعندي جوج ديال ديمو ديال ايو. نبداو على بركة الله. عندي 200 غرام ديال اللوز وكاس ديال السنيدة، غادي نستعمل بهم النوكا ديال اللوز، بقاو معايا ما تشوفين. بالنسبه للنوكا ديال اللوز، غناخذ عندي كاس ديال السنيده، غنستعملو في هذه المقلات، من الاحسن تكون المقلات شويه ثقيله اولا كاسرول تكون ثقيله باش ما تحرقش لكم، وعافيه مهيله. غنخلي السنيده حتى غادي يبدا يبان ليا بانها بدات كتذوب، ما تحركوهاش كيف ما كتشوفوا، وبدات يذوب لينا شويه بوطا كيف ما كتشوفوا، مهيله بزاف باش السنيده ما تحرقش ليكم. ما كتشوفوا بدات يتحمر شويه، حركها هكا، ما ديروا لا معلقه لا والو، بلاتي عاد غندير معلقه ديال الخشب. دابا ملي بدات يدير بحال هكا غنحاول غير هاد نجيبو الوسط هكا، كما كتشوفوا السنيده باقا هكا، راه باقا السنيده ما دايباش كامله، سنبقاو هكا نحركو حتى تذوب كامله، ما تبقاش تبان لينا حتى شي، مابقاوش بان لنا دوك الحبيبات ديال السنيده. غنضيف عليه واحد المعلقه ديال الماء، صافوش كيبان لكم هكا كيدار كوتال، غادي يتسلق مزيان. بعد ما دابت السنيده كامله، نتاكدوا بان السنيده دايبه كامله، نخلي على نار مهيله. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا كنشد هذا اللوز وكنقسمه على جوج، حيت انا غنحتاج واحد شويه باش نزوق الكلاص ديالنا، ما بغيتش اللوزه عندي هنا اللوز كبير، نقسمه على جوج حيت بغيت شي قطع ديال هاد النوكة تبقى نزوق بها.
مية غرام كافية. يا ما بغيش يد عندوش اللوز يمكن له يدير كاوكاو، ندير كاوكاو نوكات. اللي ما عندوش اللي بغى يدير غير يدير القرقاع، كل واحد كيبقى داكشي على حساب المتوفر. غير هو اللوز كيعطي واحد المذاق للكلاص مذاق اخر. ماشي نحاول تلبس ليا كامل بهاد النوكات هاد الكراميل ديالنا. كامل تلبس حشرة بينا هاديك كما كتشوفوا. أول اللوز ديالنا كامل تلبس لينا بهاد الكراميل. صافي غنطفي عليه. بعد ما جدت ورق الزبدة نكب فيه هاد ونحاولو بواحد السرعة حيت دغيا غيكرم لينا. نحاولو نوزعو فوق هاد ورق الزبدة. حصلوا على هذا الشكل. دابا انا غنديرو في الثلاجه باش يبرد ليا حين تبغى نخدم به. دابا اللي ما بغاش يمكن له يخليه غير فوق سطح العمل راه دغيا تيجمد. نتلاقاو باش نكملو نبداو الكلاص ديالنا. كيف ما كتشوفوا هاد الفوي درتو في المجمد باش يبرد، باش طلع دغيا طلع لكم الكريمه في اقل وقت. ديروا هاد الفوي يكون بارد مزيان والكريمه تكون بارده مزيان. نبداو على بركة الله. بالنسبة لهاد الكلاص كنحتاجو غير 500 مليلتر ديال الكريمة. أنا هنا خديت لتر باش بغيتو ندير واحد الحالة أخرى بالكلاص. غنشارك معكم إن شاء الله. بسم الله. يمكن لكم ديرو كريمة شونتي اولا الكلا ديال السائله ديال العبار، ولكن هذه كتبقى بوحدها صراحه عندها واحد المذاق زوين كتجي غزاله. شتيهم كاملاش حتى شي 5 ديال الدقيق طلعت لينا. علاش؟ حيت الكريمه بارده والفوي بارده، وحتى من الطاسه للاناء اللي غتضربوا فيه استحسن يكون بارد دغيا ما كتشدش معكم الوقت كطلع في مده قليله. غنحتاج عندي لهاد الكلاص بعدا كاين واحد المكون اللي كيخلي الكلاص شاد في راسو واخا يكون يتحطوه يعني في الطبله يبقى حتى ساعه المقله فوق الطبله ما كيطلقش الماء وكيعطي مذاق زوين. هو البود هاد نيدو، عندي هنا كاس ديال نيدو حليب اللي هو حليب مجفف. هاد الحليب مجفف عنده الدور انه تيخليه الكلاص ما تيجيش متلج، تيكون كريمي وما كيذوبش لينا، يعني كيبقى معنا مده طويله. لحطيته في الطبله ديال التقديم كيمكن له يصبر ما يذوبش دغيا. غادي نزيد نيسلي اولا الحليب المحلى. بالنسبه اللي غيدير نست المقادير ديالي يدير يعني غير 500 مليلتر ديال الكريمه غيدير كاس ديال نيسلي. انا هنا درت جوج كيف ما قلت لكم حيت عندي المقادير مدوبله، ونيسلي حاولت نخفو شويه ما بغيتوش يكون ليا ثقيل.
غادي نزيد واحد العلبه ديال دانيت بلون ديسير. نزيد واحد الساشي ديال الفلون فاني، يعني ما كانش متوجد عندي فلون كراميل، درت غير فاني ساشي. هادي غير صغيره بدون سكر. نحاول نميكسي كلشي. كما كتشوفوا الكريمه ديالنا شاده في راسها مزيان. نتلاقاو. شوفوا النوكه ديالنا واجده، هذا كنخدم حتى نخليها تجمد ولي تكسر. هنا كنحاول شويه نهرسو بالدلاك باش ما يهرش ليا الهشوار ديالي. كيف ما كتشوفوا انا عندي هنايا كميه كثيره، يعني 200 غرام ديال اللوز، غادي ناخد منها القياس ديالي، القياس الاخر غنحتفظ به الثلاجة. كيف ما كتشوفوا انا قلت لكم بانني استعملت لتر ديال الكريمه، وهنايا نقصت تقريبا نصف ديالو نخزنه في المجمد باش نشارك معكم واحد الحالة رائعة كتخدم بالكنافة. واحد شوية ديال كيف ما شفتو ديك النوكة اللي طحنت، نزيد منها واحد شوية. شديت هاد المول ديالي ودرت ليه لبست ليه السلوفان باش ما يهبطش ليا، ويجي حتى ساهل ملي كنبغي نقدمه كيجي ساهل على هاد الشكل. هاول دابا انا غندير نصف ديال الكميه ديال الكلاص اللي عندي، ندير نصف الكميه، غندير نوزع دوك القطع ديال الاوريو هنايا نقسمهم ونديرهم هنايا باش اللي بغى ياكل الكلاص كتجي واحد القرمشه في الكلاص. هذا ماشي اوريو داك الغالي، راه ايو داير درهم الوحده، يعني رخيص ولديد. نوزعو بهاد الطريقة هكا، غنوزع وحدة دابا وحدة غنخليها نزوق بيها، وحدة كافية. صدقوا إلا جربتو غيولي معتمد عندكم. بعد ما قديناه بحال هكا خصني ندير ليه هكا باش ما يبقاش عندي فراغات. حاولت ندير ليه هاد الطريقه هادي باش كيجي الشكل ديالو جميل.
غادي نعاود نغطيه بالسلوفان وندخلوا المجمد ليله كامله ونتلاقاو ان شاء الله ملي يجمد. بعد ما يجمد باش نشوفوا الشكل النهائي. غطيوه مزيان باش ما يحاول ما يوصلوش للبرد.